لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الشرق الأوسط، الحكومة اللبنانية تكلف قوات الأمن بمنع المواطنين من مغادرة منازلهم. في العرب اللندنية، الدعم الأمريكي يواجه فيتو الكتل الشيعية بوجه الزرفي. في موقع كتابات، مخاوف من تفشي كورونا في العراق بسبب أنصار الصدر. في صحيفة الزمان، عراقيون يحثون على الإفادة من إجراءات الأردن بمواجهة آثار كورونا. في موقع عربي 21، فيروس كورونا يجبر سبع البشرية على لزوم منازلهم. في القدس العربي، تأكيد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة. وفي العربي الجديد، العراق فيتو الكتل السياسية يقلل حظوظ الزرفي في تشكيل الحكومة. السلام عليكم. عرى الفراغ الذي تركه اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أكثر وأكثر، عرى العملية السياسية في العراق بكل أحزابها وميليشياتها، ليظهر بشكل لا لبس فيه أمام العراقيين عجزها وارتباكها وتخبطها في اتخاذ أي قرار من دون العودة إلى الطرف الإيراني. ولعل ما يحدث منذ مدة من تجاذبات لاختيار رئيس الوزراء هو المشهد الأبرز الذي يعكس الانقسامات والإرباك وعدم القدرة على البت بهذا الأمر. مقال الكاتبة ولاء سعيد السامرائي في صحيفة العربي الجديد. هذه العملية السياسية المحجورة في حدود عدة كيلومترات من الخضراء لن تصمد ولن تتمكن من الانتصار على شباب وشابات معتصمين بحبل الوطن، أجيال كلها حيوية ونشاط، شهر بعد آخر على الأرصفة والشوارع والساحات يلهجون باسم العراق بعزم يثبتون، صامدين يتحدون الآلة العسكرية ويستهزئون بها، يضحكون ويغنون تحت الأمطار، يرسمون لمستقبل الوطن لوحات ويؤلفون أغاني ويسجلون أفلاما ويقدمون مسرحيات عن بلد جميل بنوه بمخيلاتهم، يحلمون به ويقسمون أن يبنوه بأيديهم معا. شباب وشابات، أطفال وأمهات، آباء وأجداد، كل من جاء إلى الساحات يشارك فرحا بهذا الحلم الذي يرونه قريبا وفي متناول اليد، متأكدين أنهم منتصرون، مقتنعون بأنهم منتصرون منذ أولى الخطوات، تحولوا واحدا واحدا جسدا وجدارا اسمه العراق ليهزموا الطغاة وعملياتهم السياسية الفاسدة التخريبية. الميليشيات المسلحة التي أرادت لها إيران أن تكون أداة وذراعا للدفاع عنها وعن النظام الذي تحميه، فهي الأخرى باتت يتيمة بعد سليماني ومساعده أبو مهدي المهندس، فاختلفت حول زعامة البيت الشيعي خصوصا بين كتلتي مقتدى الصدر وهادي العامري من جهة ونور المالكي وعمار الحكيم وقيس الخزعلي من جهة أخرى، وبسرعة انفرط عقدها، وربما لن يتأخر القتال بين من يريد الهيمنة على الزعامة ونيل الحظوة لدى الولي الفقيه. الحديث عن انتشار وباء كورونا المستجد المعروف علميا باسم كوفيد-19 في إيران والعراق حديث ذو شجون، إذ تجمعت الويلات على هذا البلد في غضون العام المنصرم، بدأ بحزم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب التي دمرت الاقتصاد الإيراني، مرورا بالتوتر العسكري الذي وصل إلى شفير الحرب الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران، والذي كانت نتيجته اغتيال الجنرال قاسم سليماني مطلع هذا العام في بغداد، بالإضافة إلى أزمة إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بأحد الصواريخ الإيرانية. عن تأثير كورونا الإيراني على العراق كتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي. لا يمكن الحديث عن الوباء الجديد في إيران من دون الحديث عنه في العراق.
لأن حجم التبادلات والعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين البلدين كبيرة جدا. ومع ذلك ومنذ بدء أزمة فيروس كوفيد 19 وإعلان إيران ازدياد عدد الإصابات فيها، تعالت الكثير من الأصوات العراقية المطالبة بإغلاق الحدود مع إيران وإيقاف التعاملات التجارية معها، مفهوم حينها على أنه ورقة سياسية تريد بعض الأحزاب لعبها للضغط على الوجود الإيراني في العراق ومحاولة التخلص منه أو تقليصه. وقد اتخذت السلطة التنفيذية في العراق خطوات بدت جادة في ظاهرها في سياق مواجهة خطر انتشار الفيروس، إلا أنها كانت خطوات عرجاء في حقيقتها في الكثير من الأحيان. فقد علق دوام المدارس والجامعات وعطلت الدوائر والمصالح الرسمية الحكومية والخاصة باستثناء قوى الأمن والجيش والقطاع الصحي والخدمي. فإذا بزيارة الإمام موسى الكاظم تحل هذه الأيام، وإذا بعشرات الآلاف يذهبون لزيارة مرقد الإمام الكاظم في بغداد قادمين من مختلف مدن جنوب وسط العراق مشيا على الأقدام أو ضمن مواكب تقليدية تستخدم فيها الجمال والخيل. يعني على صعيد الوضع الحكومي العراقي ومدى قدرته على مواجهة انتشار الفيروس، تبدو مشكلة العراقيين مركبة، إذ ما زالت حكومة عبد المهدي حكومة تصريف أعمال، بينما فشلت الطبقة السياسية في ترشيح بديل مقنع للشارع الثائر منذ عدة أشهر. وما تكليف عدنان الزرفي من كتلة النصر بقيادة حيدر العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة إلى دورة أخرى في الحلقة المفرغة التي يدور فيها الوضع العراقي المهدد بالفيروس، بينما ما زال المعتصمون يتجمعون وينامون في ساحات الاعتصام. المعركة اليوم مباشرة بين ميليشيات السلاح التي لا غطاء عراقيا لها والغطاء الإيراني تراجع زخمه، وبين شباب انتفاضة أكتوبر التي سيكون النصر حليفها، مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. أسقطت انتفاضة أكتوبر العراقية العديد من المقدسات الزائفة التي ارتبطت بحكم أحزاب الإسلام السياسي الشيعي وتجربتها المرة منذ أول دورة انتخابية عام 2005 بعد تشريع دستور لم يشر صراحة إلى تولي الطائفة الشيعية للحكم. لكن سلطة الاحتلال الأمريكي منحت العراق هدية تاريخية لإيران عبر الأحزاب الموالية لها في تعد فاضح على مبادئ الديمقراطية المناقضة للطائفية، وبتطابق ما بين نزعات اليمين الأمريكي المتطرف وأحلام الولي الفقيه لجعل هذا البلد عبر أدواته الأنموذج الأول لنظرية التوسع الإيراني في المنطقة. أوهم القادة الشيعة أبناء طائفتهم بأن شأنها وهويتهم المذهبية سيعلوان على الوطن وعلى الطوائف الأخرى، وفي مقدمتها الطائفة السنية التي تستحق من وجهة نظر أوليائهم الخضوع لبرنامج العقاب الجماعي في العراق ولاحقا في أي بلد عربي يتمكنون فيه من القبض على السلطة، لأن هذه الطائفة وفق أكاذيبهم تشكل رمزا للحكم العربي الإسلامي منذ 1400 عام وفي العراق منذ 80 عاما. ودون توثيق ديمغرافي حقيقي طمأنوا جمهورهم الذي تلاشى في الأول من أكتوبر عام 2019 بأن أغلبيتهم الطائفية ستضمن حكم الشيعة في العراق لمئات السنين المقبلة. الأخطر ليس ولاية زعماء الشيعة العراقيين في حكم العراق على أساس مقولة الأغلبية العددية، وإنما فيما جرى من تمرير هذه المسألة كغطاء لسيطرة شيعة إيران على السلطة في بغداد. لم تعد قصة التوافقية في الحكم خادمة لمقتضيات بقاء الأحزاب التقليدية بعد اجتياح من يطلقون على أنفسهم أبناء المقاومة الإسلامية للمشهد السياسي، فهؤلاء لا تعجبهم دبلوماسية الأحزاب الشيعية الهرمة. قادة الأحزاب الشيعة الكبيرة لا يستسلمون لحقيقة أنهم أصبحوا جزءا من الماضي وعليهم المغادرة، فيحاولون من جهة لملمة أجزائهم المبعثرة ومن جهة أخرى القيام بتحركات سياسية متخلفة توحي بمحاولتهم ترميم أعمدة الحكم المنهارة ببعض الديكورات الفضفاضة، لكنها محاولات الغريق وسط الأمواج الكاسحة.
في تقرير للدكتور غريغ كونسيدين، تحدثت مجلة نيوز ويك عن مواجهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأوبئة ونجاحه في ذلك عبر تعليمات معينة. إن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم كان له رأي في أحداث مشابهة لما يحدث حالياً من قرارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل قرار إلغاء صلاة الجماعة. وتقول المجلة إن الحجر الصحي والعزل والنظافة الشخصية في سبيل مواجهة الأوبئة المعدية كانت في الأصل قرارات الرسول محمد قبل 1400 سنة، على الرغم من أنه لم يكن خبيراً في مثل تلك الأمراض. وتوضح المجلة بأن الرسول قدم بعض النصائح المتعلقة بمنع انتشار الطاعون بين الناس من خلال قوله: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. وقدم الرسول أيضا نصائح أخرى تتعلق بمنع مخالطة المصابين بأمراض معدية لأشخاص مرضى حتى لا ينتقل إليهم المرض. وشجع الرسول بقوة الناس على الالتزام بالنظافة الشخصية بهدف تجنب العدوى، فقد قال: إن النظافة من الإيمان، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وتقول المجلة إن الرسول كان يشجع الناس على الحصول على العلاج الطبي والأدوية، لأنه ما من داء إلا أنزل الله له دواء. كما ذكرت المجلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الأخذ بالأسباب والموازنة بين الإيمان والعقل، وذلك في معرض التطرق إلى قضية منع إقامة الصلوات في المساجد في عدد من دول العالم بهدف الحد من انتشار المرض، التي عرضها البعض قائلين إن الصلاة هي أفضل طريقة لمواجهة المرض وليس الحجر الصحي. وختمت المجلة تقريرها بالقول إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شجع على الالتزام بتعاليم الدين، لكنه طلب من الناس أيضاً أن يتخذوا إجراءات احترازية أساسية لاستقرار الجميع وضمان سلامتهم. ذكر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن وباء فيروس كورونا أحدث انقلاباً تاماً في الحياة في الصين، وتكاد الحياة متوقفة في إيطاليا وإيران منذ نحو شهر، لكن الأمر بدا مباغتاً عندما بدأ كما لو أن الدول شيدت جدراناً حول ذاتها وأصبحت دول بأكملها في الحجر الصحي. في تقرير لماكر سافي بعنوان سبعة أيام غيرت العالم، كيف استيقظ العالم على حقيقة جديدة؟ إنه بعد شهر من نقاش الحكومات عن كيفية التعامل مع كورونا، جاءت القيود متسارعة الواحدة تلو الأخرى. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إننا في حالة حرب، ولكن مع عدم وجود أسلحة كافية لمحاربة هذا الفيروس وعدم وجود أسرة مستشفيات تكفي، قرر العالم الانسحاب بصورة تكتيكية. أضافت الصحيفة أن إسبانيا بعدد سكانها البالغ 47 مليون شخص مغلقة منذ صباح الأحد الماضي، وبلغ عدد الذين توفوا من جراء إصابتهم بهذا الوباء فيها 288 شخصا. وأغلقت ألمانيا حدودها مع فرنسا وسويسرا والنمسا، التي حذر مستشارها سيباستيان كورتيز من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة ومؤلمة. وأضاف التقرير: نعم، لقد استيقظ العالم على حقيقة جديدة بعد وباء فيروس كورونا. في مقال لراغان في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، جاء فيه إن قادة العالم يدركون في الوضع الراهن أنه لا توجد أي دولة بمنأى عن فيروس كورونا، وأن الدول الغنية والمتطورة لا تستطيع مواجهة الأزمة لوحدها، خصوصا أنها لم تبدأ تلك الحرب مع الوباء من موقع قوة. ومع ذلك قد تسمح الأجهزة الإدارية القوية لتلك الدول، إضافة إلى مواردها المالية المتنوعة، تسمح باتخاذ قرارات حكيمة تمنع انتشار الوباء بشكل كبير. على الدول الثرية أن تضع في حسبانها أن دولا أخرى لا يمكنها مواجهة الفيروس في ظل محدودية الإمكانيات، وخصوصا في حالات لم يجري فيها مواجهة الفيروس منذ البداية بصرامة، ما
خلف أوضاعا صعبة تعاني فيها تلك الدول نظاما طبيا غير قادر على مجاراة تبعات انتشار الوباء. ويتحدث الكاتب بذلك عن إسبانيا وإيطاليا وإيران، مشيرا إلى أن دولا أخرى ليس لديها الموارد الكافية لتخصصها لمواجهة الفيروس، وأن دول العالم النامية خصوصا ذات العدد الكبير من السكان مثل نيجيريا وبنغلاديش قد لا تجد الكثير من الموارد لتخصصها في مواجهة الفيروس. ولكن حتى الآن لم يختبر الفيروس قدرة مثل تلك الدول على مواجهته، ونظرا لأن الحرب مع فيروس كورونا هي حرب عالمية تخوضها دول العالم كافة، فيجب على الجميع أن يساهم في تنظيف عملية إنتاج الأسلحة الأساسية اللازمة لمواجهته مثل أدوات فحص الحرارة للجسم والأقنعة الواقية والكمامات والملابس الواقية والمواد الكيميائية اللازمة للتعقيم وأجهزة التنفس الاصطناعي. التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد يجب عدم النظر إليه كمشكلة عادية يمكن للاقتصاديات المصغرة حلها أو التخفيف منها، بل وسيشهد العالم تحولاً في طبيعة الاقتصاد العالمي، والأزمة الحقيقية هي عن الإمداد والطلب، فالإمداد يفشل لأن الشركات تغلق أبوابها أو تخفض من قدراتها لحماية الموظفين من الإصابة. سعى علماء إلى دخول مغامرات بيولوجية لتطوير القدرات البشرية وإجراء تعديل بيولوجي للإنسان وسط مخاوف مثيرة للجدل. هل من الممكن أن يتحول البشر إلى كائنات هجينة تمزج بين الطبيعي والصناعي؟ حيث يسعى علماء الهندسة الوراثية إلى الاستفادة من التكنولوجيا البيولوجية في تحسين التطوير الانتقائي للنباتات والحيوانات من أجل رفع قيمتها الغذائية وجعلها أكثر قدرة على التأقلم مع مختلف التغيرات المناخية، وهو ما يلقى قبولاً واسعاً رغم وجود بعض الاعتراضات. وكشفت الأبحاث التي جرى في إطارها تغيير الحمض النووي للبشر والتي تسمى كريسبر عن تقدم غير مسبوق في مجال علم الجينات، وأصبحت متاحة للجميع ويمكن شراؤها عبر الإنترنت. فرغم أن هذه التقنية لم تستخدم على نطاق واسع، إلا أنها فتحت الباب أمام إمكانيات مثيرة ومحيرة في الوقت نفسه فيما يتعلق بإمكانية تطوير قدرات الإنسان ونقلها إلى آفاق أبعد كثيرا من تلك المتاحة لدى شخصية سوبرمان الخيالية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.